كيفكم اليوم؟ أكيد علمتكم شو فوائد تابو للرمان، بس اللي ما بتعرفوه إنه القشرة كمان إلها فوائد. تابعوا الفيديو للآخر تخبركم لشو تستعملوها. من بعد ما نكون قشرنا الرمان، القشرة بنخليها على جنب، بنحطها بالفرن تتحمص، ومن بعد ما ينشفوا بنحطهم بالبلندر وبنطحنهم. من بعد ما طحناهم بنحط لهم موارد وبنعملهم ماسك للبشرة. خليني أخبركم شو هي الفوائد تبعهم. حسب موقع Only My Health الطبي بيقول له 5 فوائد لقشر الرمان إذا نحط على البشرة. بيرطب البشرة، بيمنع ظهور التجاعيد المبكرة، أهم شيء كمان بشيل حب الشباب، رابع شغلة وهي المهمة إنه الفيتامين سي بكميات كبيرة قادر يشيل الندبات يلي تكونت من وراء جروح قديمة، وقشر الرمان قادر يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وكمان لما بنحطه على مطارح في سلوليت قادر يساعدنا تيخفف السلوليت من جسمنا. من بعد ما عرفتوا قشر الرمان شو بفيد، اكيد ما رح تكبوا القشره.